بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور مصطفى سليمان، انا استاذ جراحه الاوعيه الدمويه في جامعه عين شمس، واتشرف بحضور المؤتمر الدولي للاي في سي الخامس النهارده باسكندريه، وعايز اتكلم على الشريان السباتي. الشريان السباتي ده هو شريان الرقبه اللي بيودي الدم للمخ وبيزود الاكسجين في المخ ويعايش عليه خلايا المخ. ده لما بيحصل فيه تصلب في الشرايين او ضيق في الجدار بتاعه، بيحصل نقص في كميه الاكسجين والدم اللي بيطلع للمخ، وبالتالي بيؤدي الى جلطات دماغيه او سكتات دماغيه قد تؤدي الى اعراض خطيره جدا، منها العمى الجزئي ومنها الشلل النصفي ومنها الغيبوبه ومنها الوفاه طبعا اخطرها. والعمليه بتاعه اللي بنعملها علشان نصلح بيها الشريان السباتي ده هي ان احنا بنفتح الشريان ونستأصل الخشونه اللي موجوده او الانتفاخ اللي موجود في الجدار عشان نعيد تاني الاتساع بتاع الشريان السباتي، وبالتالي نستعيد الترويه الدمويه للمخ وخلايا المخ. دي عملية مش بسيطة وبتحتاج طبعا تدريب طويل جدا للدكاترة وحرص شديد أثناء أداء العملية، ولازم المريض يكون عارف مخاطر العملية ومخاطر اللي بتؤدي إلى هذا المرض، اللي بالتالي إن احنا لو قدرنا نتجنب حدوث التخثرات الدموية اللي بتحصل في الشريان السباتي ده هيبقى أفضل بكتير من إن احنا نصل لمرحلة العملية الجراحية. طبعا اهم شيء ان احنا نتجنب تصلب الشرايين، يعني نتجنب التدخين ونتجنب النيكوتين بكل انواعه، نتجنب ارتفاع المستوى الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، الرياضه المستمره، ضبط مستوى السكر، ضبط مستوى ضغط الدم، كل ده بيؤدي الى نقص في تضخم الجدار وبالتالي يحافظ على الشريان السباتي، وبالتالي ما نقدرش ما نحتاجش ان احنا نعمل العمليات دي.